مساء الخير على حضراتكم. أمسية جديدة من أمسيات جروب آثار وحضارة مصرية على الفيسبوك. هذا الجروب الذي أنشئ منذ أكثر من 15 عاما، نواصل للعام الثالث على التوالي محاضراتنا الثقافية وبرامجنا الثقافية الأسبوعية أيام السبوت، وفي البرنامج الثقافي الخاص بشهر نوفمبر 2023 بنستضيف شخص عزيز جدا على قلبي، الصديق والأخ الغالي الأستاذ حسام الحريري، اللي يعد بحق مؤرخ لمحافظة السويس ومدينتها عبر التاريخ، وهو أيضا هاوي جمع للكتب القديمة والوثائق والعديد من الأمور الأخرى. حابب أن أنا أرحب بسيادته، وكالمعتاد دايما بنقدم الشكر باسم حضراتكم وباسم الجروب للأستاذ حسام الحريري عن موضوع أمسية الليلة، تاريخ السويس في القرن التاسع عشر. النهاردة موضوعنا مش الموضوع اللي ابتديناه في شهر أكتوبر ضمن احتفالات نصر 50 عام على بطولات أكتوبر، وكان عن نضالات السويس، ولكن النهاردة هنرجع شوية في الذاكرة إلى ما قبل هذا، إلى القرن التاسع عشر من 1800 ل 1899، ونعبر لتلك المدينة الهامة بلوحات وذكريات هيحدثنا عنها أستاذ حسام. فشكرا لوقته ومجهوده، والمادة الخاصة اللي هتكون معانا النهاردة واللي أنا عارف إن هي ثرية وإن شاء الله الكل يستفيد ويستمتع بيها. اتفضل أستاذ حسام، حضرتك الشير وإمكانية العرض. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور باسم وضيوفك الكرام. طبعا النهارده ان شاء الله هنتكلم على تاريخ محافظه السويس في القرن ال19، وطبعا هنقدم العرض بتاعنا من خلال مجموعه كالمعتاد زي ما اتعودنا ان احنا بنقدم مجموعه من الصور. انا شايف ان هي يعني عرض الصور يكون افضل، وبنحكي بقى حكايه كل صوره. يعني انا شايف ان دي بترسخ المعلومه في ذهن المستمع والمهتم اكتر من الداتا المقروءه يعني. فان شاء الله هنبدا من خلال ملف باوربوينت يحتوي على اكتر من 100 صوره بتؤرخ لتاريخ محافظه السويس في القرن ال19. وبسم الله نبدا ان شاء الله الشير. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده في المحاضره الاولانيه في المقدمه بتاعتنا عن شكل محافظه السويس. يمكن مش الشكل اللي احنا شايفينه في الصوره ده او في اللوحه اللي قدامنا دي، مش ده شكل محافظه من مدينه السويس من مئات السنين، يعني ما اتغيرش شكلها كده في الفتره دي. يمكن مثلا من فتره ما في العصور الاسلاميه، من العصر الفاطمي مثلا او الدوله الطولونيه، لما بدأ شكل السويس يتسع في يعني في خلال بعد يعني نقول مثلا بعد 1860 بدأ شكل السويس يتغير عن الفترة اللي احنا شايفينها دي. أما في الفترة من أول ممكن نقول من قبل كمان العصر الإسلامي، يمكن من العصر الروماني كمان، هو ده شكل مدينة السويس بشكلها بحجمها الصغير اللي احنا شايفينه ده، فضلت عليه فترات طويلة جدا. هنتكلم عن نشأة مدينة السويس. أو طبعا كلنا عارفين مدينة السويس كانت نقطة اتصال بين الشرق والغرب على مدار قرون عديدة، طبعا بنخص بقى التجارة القادمة من الهند ومن آسيا والمتصلة بأوروبا، والقعدة في فترات طويلة جدا بتستخدم الطريق البري اللي هو بيصل بين السويس للقاهرة ثم إلى ذلك إلى اسكندرية. وبعد الفترات لقينا إن تم شق قناة بتربط بين النيل وبين البحيرات المرة وبين خليج السويس، واتسمت بعدة مسميات. يمكن مثلا طبعا أشهرها، يمكن بدأنا بقناة سيزوستريس طبعا، وبعد كده هو مرورا بعصور أخرى زي عصر نخاو، سميت بقناة نخاو. العصر الروماني نجد قناة تراجان. في العصور الاخرى في العصر البطلمي ايضا في سميت شقه قناه مره اخرى ووصلت بين النيل وبين خليج السويس، وسميت بقناه بطليموس الثاني.
مرورا بالعصر الاسلامي، فنجد ان الخليفه عمر بن الخطاب امر عمرو بن العاص انه يشق قناه بتربط بين النيل، او يعيد شق القناه القديمه اللي بتربط بين النيل وبين خليج السويس، وذلك املا في ان تجلب الحبوب المصريه الى بلاد الحجاز. وبالفعل تم شق هذه القناه، واستمرت فتره طويله حتى وصلنا لعصر ابو جعفر المنصور الذي امر بردم القناه بعد حدوث ثوره على حكم العباسي في المدينه ومكة. فضلت القناة فترة طويلة جدا، الفكرة كانت موجودة، يمكن الفكرة اللي قصدي عليها فكرة وصل القناة تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، دي كانت فكرة قديمة جدا، يمكن كانت موجودة أيضا في العصور الإسلامية المبكرة برضو، فترة في الفتوحات الإسلامية المبكرة، ولكن خوفا من أن تقوم الأساطيل الأوروبية بمهاجمة بلاد الإسلام الناشئة، فالفكره دي ما حبوش ان هم يخوضوا فيها، وايضا بالاضافه الى المجهود المعروف طبعا اللي هيلاقوه في الامكانيات الضعيفه اللي ما كانتش موجوده في الفتره دي. فهنتكلم على شكل مدينه السويس زي ما احنا شايفينه قدامنا. اللي احنا شايفينه ده مجموعه من الناس او قافله، جزء من قافله مثلا واقفه على منطقه عندنا في السويس بتسمى بمنطقه تل الحاج، ودي كانت نقطه استراتيجيه بيتجمع فيها الحجيج اللي جايين من القاهره، او طبعا الحجيج اللي هم بيجوا من المغرب او بلاد المغرب بيجوا للقاهره، بيتجمعوا في القاهره بينطلقوا الى السويس، وهنتكلم طبعا عن رحله الحج دي في فتره جايه ان شاء الله. في النقطه اللي احنا شايفينها دي منطقه تل الحاج، مدينه السويس زي ما احنا شايفينها قدامنا مدينه صغيره ما بيزيدش ابعادها من 300، يعني طول 300 في عرض 500 متر، كانت مدينه صغيره جدا. طبعا كانت زي ما احنا عارفين مدينه السويس كانت محطه تجاريه هامه للبضائع القادمه من الشرق او اللي جايه من الغرب او كده، فطبعا كان لازم يتم تحصين المدينه باسوار لانها كانت مطمع لهجمات العربان اللي كانت معتاده على الهجوم على مدينه السويس. فطبعا كل الحكام اللي حكموا مصر كانوا بيهتموا جدا بتحصين المدينة، يمكن لو عملنا زوم كده هنلاقي ان موجود بعض التحصينات، بوابة في الأول زي ما احنا شايفين، أو سور في الأول عليه بوابة، بعد كده هو شكل المباني المدينة زي ما احنا شايفين المباني اللي بتطل على الجهة الخارجية سواء من ناحية البحر أو من ناحية البر، مباني عالية، فدي تعتبر خط حماية تاني بعد السور الأمامي اللي هو بيقابلنا في الأول. طبعا شايفين طبعا السفن اللي راسيه في الميناء، والميناء اللي احنا شايفينها قدامنا دي بتسمى بمينا الخور، ودي كانت الميناء الرئيسيه للسويس لمئات السنين حتى منتصف القرن العشرين بعد ما عملنا ميناء ابراهيم وميناء بور توفيق، وبدا طبعا الاستغناء عن الميناء اللي احنا شايفينها قدامنا دي. طبعا احنا دلوقتي هنشوف اللوحه دي بيعود تاريخها لعصر محمد علي باشا، بتظهر شكل مباني المدينة، المبنى الأول دي طبعا شكل المباني الموجودة على ساحل البحر زي ما احنا شايفين مباني مرتفعة. لو شوف لو عملنا زوم كده على بعض هنلاقي في بوابات زي ما احنا شايفين، في بوابة ناحية الشمال، البوابة دي طبعا بتغلق ليلا، وعلى المباني العالية دي بتقف حراسات لحماية المدينة. ويمكن من خلال بحثي طبعا قعدت فتره كبيره يعني احاول اعرف الجامع اللي قدامي ده جامع ايه، لانه ابعاده كانت مختلفه شويه، فلغايه ما وصلت ان المسجد ده مسجد شهير عندنا في السويس يسمى مسجد الجعفري، ولكن طبعا الحدود اللي موجوده حاليا دلوقتي مش هي الحدود اللي احنا مش الشكل اللي احنا شايفينه هو دلوقتي، احنا شايفينه مطل على البحر مباشره، وفي الحقيقه هو دلوقتي مش مطل على البحر، هو بيبعد عن البحر حوالي من 50 ل 70 متر في حدود زي كده، بعد ما قام الخديوي سعيد بردم المنطقه المقابله للمسجد ده وانشاء طريق يسمى عندنا في السويس حاليا بطريق بورسعيد، فالمسجد ده بقى اصبح دلوقتي في الداخل، وكان بيوجد في المنطقه اللي كانت موجوده فيها المسجد ده في منطقه بتسمى سوق الماء، وهو من الاسواق العديده اللي كانت موجوده في محافظه السويس في الفتره دي. طب تعالى بينا نشوف صورة تانية لشكل البوابة اللي احنا هنشوفها دي دلوقتي، ولكن من رسم علماء الحملة الفرنسية. طبعا الصورة دي صورة أو لوحة جميلة جدا، طبعا أنا طبعا قعدت من خلال متابعتي للصور أحلل الجامع ده، يعني التحليل اللي حضرتك بتشوفوه ده هو تحليل الشخصي،
فالصورة دي من رسم علماء الحملة الفرنسية، هنلاقي فيها شكل البوابة اللي احنا كنا شرحناها قبل كده، وشكل الجامع الجعفري اللي كان موجود على ساحل البحر، وادي البوابة بالداخل. هنلاقي على اليمين زي ما احنا شايفين الناس ماشية، على اليمين هتلاقي العلم العثماني القديم بثلاث، اللي هو بيتميز بثلاث ثلاث نجوم وثلاثة هلال. على اليسار هنلاقي العلم الفرنسي زي ما احنا شايفين، وطبعا السكان او اهل محافظه السويس بالزي المعروف في الفافا في الحقبه بتاعت نهايه القرن ال 18 وبدايه القرن ال 19. ده شكل اخر لجزء اخر من المدينه زي ما احنا شايفين، برضه هو ده برضه مسجد الجعفري، وشكل عام للحياه داخل مدينه السويس في عصر محمد علي باشا. وزي ما احنا شايفين كانت الحياه بسيطه والمباني بسيطه، مش زي مباني مدينه القاهره طبعا. البناء كان بيتم طبعا باسلوب بدائي يعرف باسلوب السويسيه، او ما يساوي في المعنى اللي هو نمط البناء البغدادي، واللي كان بيتم من خلاله جمع مجموعة من الحجارة الصغيرة ووضعها في تقفيصات خشبية ويتم رصها فوق بعضها، وفي الآخر يتم عمل بعض البلاط الخارجي بالتربة الطينية اللي هي أتية من البحر عشان تاخد الشكل اللي احنا شايفينه ده. وده طبعا كان اسلوب يعتبر بدائي الى حد ما، ولكن فرضت اسلوب البناء ده الظروف البلد، من طبعا نقص المياه الشرب اللي كانت الآفة الكبرى لمحافظة السويس لمئات السنين، حتى قدوم عام 1862 وانشق ترعة المياه العذبة، واللي وجبت طبعا فترة حفر قناة السويس انشاء تلك الترعه حتى يتم، ولولاها طبعا ما كانش قدرنا نحفر قناه السويس، لان الناس طبعا كانوا يموتوا بالالاف نتيجه قله المياه وقله النظافه وغيره. ف ده كان شكل الطراز المعماري لمدينه السويس في الفتره دي. اللوحه اللي احنا شايفينها دي اللي رسمها حد مجهول طبعا، احنا مش عارفين يعني اسمه بالظبط ايه، ولكن من طب خلال ممكن استاذن حضرتك في حاجه يا استاذ حسام؟ اتفضل يا دكتور اتفضل. مع الصور اللي فاتت نبذات كل واحده تاريخها كام؟ يعني حتى لو ما فيش اسم رسام ليها نبقى نعرف على الاقل هي التواريخ بتاعتها. دي كلها فترات من يعني ما فيش تاريخ دقيق للوحات دي، ولكن التاريخ اللي هو المرجح من 1830 ل 1840، يعني يمكن في بس دي طبعا دي احنا عارفينها اللوحه بتاعتنا دي من 1000 دي 1798، واللي اترسمها علماء الحمله الفرنسيه لما قدم نابليون بونابرت في زيارته لمدينه السويس بصحبة المهندسين طبعا بتوع الحملة والشيخ المحروقي وغيره، عشان يشوف إمكانية شق قناة تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. فطبعا كان قادم معاه طبعا علماء ورأسهم المهندس توبير اللي هو أعطى الدراسة الخاطئة، صاحب الرأي الخاطئ بخصوص أن منسوب مياه البحر الأحمر أعلى من منسوب مياه البحر المتوسط، فلو تم شق القناة سيتم إغراق الدلتا، وهذا ما سبب أن نابليون بونابرت لم يعني ذهب وقرر انه لن يخوض في هذا المشروع اعتمادا على راي لوبير. فالصوره زي ما احنا اللوحه اللي احنا شايفينها دي 1798، واللوحات اللي بعد كده في فتره محمد علي باشا من 1830 ل 1840، ولكن عشان انا شفت مصادر كتير للوحات دي على في مصادر أوروبية يعني أو مواقع أوروبية، فلقيتها مختلفة إلى حد ما، ولكن كل أجمع هنجمع كلنا طبعا إن هي الفترة دي كلها كانت في فترة محمد علي باشا. تمام، انا هبقى شاكر جدا لحضرتك انه مع كل لوحه جديده تفكرنا بالرينج الفتره الزمنيه الخاص بيها لو ما فيش تاريخ محدد، نبقى شاكرين جدا عشان فايده اي حد يطالع بعد كده الفيديو اما يترفع على اليوتيوب ان شاء الله. تمام يا دكتور، اللوحة اللي احنا شكرا شايفينها جزيلا. قصادنا دي، العافية يا دكتور العافية، اللوحة اللي احنا شايفينها دي برضو في نفس الحقبة الزمنية من 1830 ل 1840، وزحمة زي ما احنا شايفين برضو دي تقريبا من الزاوية بتاعتها، انا ارجح انها ملتقطة من فوق تل القلزم عندنا في السويس، وهي منطقة شهيرة كانت يعني يعتبر تلة كده يقدر اي حد من خلالها لو انشا مثلا حصن او قلعه او غيره ان هو يقدر يشوف خليج السويس كله من فوق
رؤية واضحة، فكان طبعا أي حد بيجي ويعمل طبعا العثمانيين لما جم عملوا القلعة بتاعتهم عليها، وقبل العثمانيين الظاهر بيبرس وغيره، فكانت كان ممكن يتم عليها فترة من فترات إنشاء برج، وفترة من فترات يتم إنشاء حصن أو قلعة. فدي كانت منطقة معروفة، فالزاوية بتاعتها دي أنا أرجح إن هي من منطقة، أرجح بقوة يعني أو بكل تأكيد إن هي بتبين لنا شكل مدينة السويس من بعيد، هي المباني بتاعتها مش باينة شوية، ولكن الجميل إن هي بتبين لنا أنواع السفن اللي كانت بتشتغل مش داخل طبعا خليج السويس بس، ولكن شوف السفن اللي إحنا شايفينها قصادنا دي، دي السفن اللي كانت بتسافر إلى بلاد اليمن والهند وغيره والجزيرة العربية، برغم صغرها الا انها كانت سفن معروفه جدا وما زالت تستخدم حتى الان في الخليج العربي، وتسمى بالسمبوك، والاكبر منها شويه بيسمى بالبغله، ولغايه دلوقتي السفن دي معروفه جدا في الخليج العربي ومن تعتبر من الفولكلور الشعبي لمدن الخليج. وطبعا من خلال يعني كان حصل معايا قبل كده موقف ان يعني احد الاخوه السعوديين من المعجبين بصفحه او المتابعين لصفحه ذاكره السويس كان تواصل معايا من السعوديه وابلغني انه كان ليه جده شغال في محافظه السويس هنا في فتره بدايه القرن العشرين، وانه توفى في 1930 تقريبا، وانقطعت اخباره حتى مش عارفين حتى الراجل ده دفن فين او كده، يعني هو انقطعت اخباره وانقطعت خطاباته من 1930، فهو رجح ان الراجل توفى في السويس الفتره دي. والراجل ده هو اسمه طبعا الاخ عبد القادر الفرشوتي، قتل محافظه السويس بيدور على جده، ف يعني حاولت طبعا اساعده فما قدرتش، يعني طبعا الفتره الزمنيه بعيده وما فيش حد حتى من المعمرين من السويس يقدر يتذكر الفتره دي، او ما فيش حد يعني قله قليله جدا اللي عايش في الفتره دي، وطبعا امراض الشيخوخه وغيره ما قدرناش نوصل لحاجه، حتى هو حاول من خلال بعض الاصدقاء من الدكاتره الموجودين في دار الوثائق القوميه او غيره ان هو يوصل لاي معلومات، ولكن للاسف بقت كل ده بالفشل. فطلبت منه ساعتها ان انا اطلع على بعض الوثائق والخطابات اللي كان بيبعتها جده من السويس الفتره دي، وبالفعل ارسل لي مجموعه من الخطابات القيمه جدا اللي اتذكر. طبعا كان جده تاجر بينقل، كان تجارته ما بين السويس وبين ميناء جده، فكان بينقل تجارته كلها من خلال المراكب دي، ففي كل الوثائق اللي مكتوبه فيها نوع السلع اذا كانت بن او عطاره او اي ايا كان السلع اللي كان بيصدرها لنا، فكانت كلها كلمة يعني مصطلح السمبوك والبغلة ده كان موجود في كل الوثائق دي. وإن شاء الله في مرة تانية إن شاء الله أبقى نعمل حلقة مخصوصة عن وثائق الأخ عبد القادر الفرشوط، لأنها بتمثل حقبة مهمة جدا، ويمكن أنا ما شفتش ليها مثيل يعني موجود صادفته، ولكن طبعا بس هو اللي عوقني إن أنا أعرض تلك الوثائق هي جودة الصور، وهو كان وعدني إن هو يجي السويس وان انا اقدر اصورها بمعرفتي، وان شاء الله نعملها في يعني في فتره قريبه ان شاء الله. طبعا ده شكل مدينه السويس برضو من البوابه اللي احنا قلنا عليها، ولكن من جزء مقرب الفضل الصوره دي برضو او اللوحه دي من خلال العربات اللي احنا شايفينها دي نقدر نحكم على تاريخ الصوره، برغم انه غير محدد زي ما اتفقنا، ولكن العربات اللي احنا شايفينها ماشيه دي بتبين لنا، او ان ما فيش خط قطار ظاهر قدامنا في الصوره دي في اللوحه دي، فده بيبين لنا ان احنا بنتكلم قبل 1858. فانا ارجح ان اللوحه دي ممكن تاريخها يعود ل 1850 من طراز العربات ومن شكل بعض الاشكال اللي احنا هنوصفها في اللوحه دي دلوقتي. اللوحه دي طيب، لان دلوقتي احنا بنقول ان افتتح خط السكك الحديديه في 1858 في عهد سعيد، كانت المنطقه دي فيها خط سكك حديديه، فهنشوف الكلام ده في لوحات قادمه ان خط السكك الحديديه موجود، ولكن اللي احنا شايفينه في الصور دي العربات اللي جايه بالمسافرين بتخش من بوابه السويس وقافله من الجمال طالعه محافظه السويس. الجميل برضو في اللوحه دي ان احنا شايفين مبنى ابيض على شكل اسطواني عليه حاجه فوق كده زي الاريال او غيره، وده كان ما كان كان ساعتها يعتبر مبنى ارشادي من خلال الارشاد السفن الموجود اللي شايفينها واقفه في الخليج قدامنا دي، فطبعا من خلال اشارات معينه كان بيعملها البرج ده بيسمح بدخول المراكب دي تلف وتخش من المنتركور، او المراكب اللي بتغادر منتركور، وطبعا كان لها اشارات معينه هم بيفهمها كل طبعا كل المسافرين. وعلى اليسار طبعا شايفين سفينتين، ارجح ان هم من نوع البغله لان حجمهم كبير زي ما احنا شايفين برضو.
اللي احنا شايفينه بقى اللوحه الثالثه دي برضو تاريخها ممكن يعود فتره، يعني الفتره احدث شويه ل 1860 او الفتره من 1860 ل 1870، معلش لان لو احنا سؤال، ممكن بالنسبة للصورة اللي فاتت شايف المية من الناحيتين يا أستاذ حسام؟ ايوه ممكن المايه من حضرتك تشرح الناحيتين، لنا الوضع المية ده من ناحيتين معناه إيه بالنسبة للسويس؟ هو الوضع المايه ده يعني احاول اشوف كده صوره اوضح شويه او لوحه اوضح شويه. يعني بص حضرتك اللوحه اللي احنا شايفينها قدامنا دي شكل المينا، المايه اللي على الشمال اللي احنا هنشوفها في اللوحه الثانيه. المراكب اللي احنا شايفينها بعيد دي جايه من الخليج، يعني ادي ده يعني المكان الازرق، اللون الازرق الغامق ده اللي احنا شايفينه، الازرق الغامق ده اللي هو اتحفرت فيه قناه السويس دلوقتي، يعني اكن السفن جايه من ناحيه اليمين راح ناحيه الشمال اكنها رايحه على بورسعيد. تمام، متخيل معايا دكتور باسم كده؟ تمام، اوكي شكرا. فهي المايه بتلف كده، يعني لو رحنا ناحيه اليمين يبقى احنا رايحين ناحيه خليج السويس. فالكور اللي احنا شايفينه ده مجرد ميناء صغيره زي ما احنا شايفين كده ايه. فالمركب لو هتخش الخليج، طبعا ما فيش قناه السويس، احنا بنتكلم دلوقتي في لوحه فتره اقدم، فالمراكب كانت تخش تيجي من خليج السويس تخش على ميناء الكور، ولو هتروح تخش خليج السويس تاني تطلع ناحيه المياه الزرقاء دي وتخش ناحيه اليمين، يبقى هي دخلت على خليج السويس تاني وتتجه مسافره لبلاد اليمن وغيره يعني. فدي الشكل اللي احنا قلنا عليه اللي هو كده مفهومه يا دكتور باسم، واضحه كده؟ تمام، شكرا جدا. تمام يا دكتور. اللي احنا شايفينه بقى قصادنا ده لوحه، انا برجح تاريخ 1860. المبنى اللي احنا شايفينه قصادنا ده طبعا واضح جدا ان طراز المراكب او غيره، ممكن بعد 1860 كمان يا دكتور، ممكن نقول 1860 1870، لان شايفين بعض المراكب اللي بتعمل بالبخار زي المركب اللي احنا شايفينها قصادنا دي. المبنى اللي قصادنا ده بيسمى بلوكندة الانجليز او لوكندة الميري، ودي كانت من اشهر اللوكندات اللي كانت موجوده في محافظه السويس في الفتره ده، لان كان في لوكندات كتير، يعني كان في لوكندة الطليان، لوكندة الفرنسيين، يعني لوكندة اليونانيين وهكذا، ولكن دي كانت اللوكندة الاشهر واللي اتعملت قصادها مراسم الاحتفال بافتتاح قناه السويس. يعني السفن اللي كانت جايه من بورسعيد كلها تراقت قدام المبنى اللي احنا شايفينه ده، والامبراطوره اوجيني امبراطوره فرنسا قعدت فيه، وامير ويلز وامبراطور النمسا، كل الناس دي لما جت محافظه السويس قعدت في اللوكندا دي، لان في الفيو من الدور الثاني اللي احنا شايفينه ده كان فيو كويس، واتعمل العرض في المكان اللي احنا شايفينه ده. وطبعا زي ما احنا شايفين على اليمين احد مراكب السنبوك برضو اللي احنا قلنا عليها. هنخش بعد كده هو على لوحة تانية. اللوحة اللي احنا شايفينها دي لوحة انا تعمقت فيها كتير جدا، دي كانت موجودة في جريدة انجليزية بيعود تاريخها لسنة 1869، يعني مواكبة تقريبا لفترة 1866، مواكبة لفترة حفر قناة السويس. زي ما احنا شايفين هنا في مجموعة من المباني، او اولا هنتكلم على الجزيرة اللي في النص دي، يعني لو جينا بصينا كده هنلاقي في جزيرة في النص كده، الجزيرة دي عليها مبنى صغير كده عليه سور. الجزيرة دي كانت بتسمى جزيرة تل اليهودية، والمبنى اللي عليها ده يقال ان هو اقدم دير على مستوى العالم، وتاريخه اقدم من دير الانبا امبولا والانبا انطونيوس، وده كنت لقيته في احد الكتب الاجنبيه اللي اتكلمت على احد الاديره اللي كانت موجوده في محافظه السويس. وانا طبعا يعني دخت عبارة محلل للصوره دي موجوده فين حاليا، وكانت سعادتي بالغه لما عرفت ان الدير ده او لسه موجود بقياه، وبيسمى عندنا يعني بعض اهل السويس البسطاء او في منطقه تسمى ارض اللاجون يقولوا عليه الكنيسة البيزنطية أو غيره. فهي دي الكنيسة، أو هي ده هو ده الدير اللي اتذكروا الرحالة اللي كانوا بيجوا للسويس، ويقال إن هو زي ما قلنا أقدم من دير الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس. والمنطقة دي دلوقتي طبعا حصل يعني في المنطقة الخلفية من ناحية اليسار خلف الجزيرة دي تم ردب المنطقة دي، وتسمى عندنا حاليا بأرض اللاجون. فدي من الشواهد برضو الهامة لمدينة السويس اللي محدش كتير قوي يعرفها. على أقصى اليسار هنلاقي في مبنى كده بيأخذ ثلاث بشكل هرمي، ثلاث أشكال هرمية، أو السقف بتاعه ثلاث أشكال هرمية، ده طبعا طراز من الطرز الإنجليزية، والمبنى ده لسه موجود لغاية الآن. أنشئ سنة 1860 غالبا، أنشأته شركة بي أند أول بريطانية، والشركه دي طبعا او شركه الهند الشرقيه كانت شركه طبعا معروفه في على مستوى العالم، من اكبر شركات الملح على مستوى العالم، على مستوى العالم في التجاره البحريه.
أنشأت الشركة المبنى ده، وأنشأت فيه بعض بقى محطة التحلية، ورش الخراطة والحدادة، نجارة غيره، اللي طبعا بتخدم الأسطول بتاعها اللي بيجي للسويس. وطبعا لما بدأت شركة بي أند أو تنشئ مركز ليها لخدمة الخدمة الملاحية لسكانها، بدأت طبعا الغيرة المعروفة بين إنجلترا وفرنسا، في ان فرنسا تطالب ايضا القضية وسعيد في الفتره دي ان هو يعمل لها مركز للاداره الملاحي ومشروعات خاصه بخدمه اسطولها. وطبعا كانت اللي اكبر من اكبر شركه اللي بتبعد لشركه بي اند اول البريطانيه في الوقت ده هي شركه لو ماسيجيري مارياتيم، ودي الشركه الفرنسيه الاكبر على مستوى العالم، وكان ليها نشاط في منطقه الشرق الاوسط، في مصر وفي شمال افريقيا، في الجزائر كمان وغيره. ف هنتكلم بخصوص المبنى اللي احنا شايفينه ده، لان المبنى ده مبنى مهم جدا. ليه؟ لان المنطقه اللي احنا شايفينها دي منطقه تعتبر منطقه اثريه، يعني وجدت بيها بعض الشواهد الاثريه اللي بيرجع تاريخها للاسره الخمسه الفرعونيه، فدي طبعا فتره بعيده جدا. المبنى ده دلوقتي طبعا زي ما احنا شايفين دي صوره للمبنى سنه 1880 تقريبا، واضح جدا كان لسه حالته كويسه شويه. اللي على اليسار هنلاقي قبه قصر محمد علي باشا اللي هنتكلم عنه بعد شويه. لو مشينا شويه هنلاقي شكل ده شكل اللي ليها دلوقتي في الوقت الحالي. طبعا المنظر اللي احنا شايفينه ده كان من فتره قصيره جدا، لقيت ان احد المتابعين للصفحه تذاكرة السويس بيخبرني ان هو بيتم حاليا ازاله للمبنى. وطبعا انا زعلت جدا، تواصلت من الساده مسؤول الاثار واخبرتهم ان الحفريات اللي عملها برنارد بروير هو احد العلماء الفرنسيين في الفتره من 1930 ل 1930 للموقع ده لم يتم الحفر تحت. طبعا هو الراجل العالم ده لما جه عمل الحفريات بتاعته لقى عده طبقات موجوده تحت الارض، طبقه فرعونيه يعلوها طبقه يونانيه رومانيه ثم طبقه اسلاميه، فطبعا كان موجود اثار كتير فيها كلها موجوده في متحف السويس ومتحف اسماعيليه. فطبعا استأذنته ان احنا نوقف الهدم المكان، حتى لو عايز تهدمه باعتبار انه مش طراز معماري متميز او انت شايف ان هو مش اثر او غيره، بقى مع ان انا شايف ان هو يعني المفروض محافظة السويس بعد العدوان اللي شافته في حروبها وهدم اكثر منازلها، فاحنا ما عندناش يعتبر مباني اثريه كفايه ان احنا نقول ان احنا عندنا. فمبنى زي شركه بي اند اول بريطانيه ده مبنى هام، ما يعني ما كانش يفترض ان احنا نهده بالمنظر ده. وبالفعل توقف البناء في الفتره الحاليه، يعني ما اعرفش السبب ايه، هل هو عشان انا بلغتهم بكده يعني، الله اعلم بصراحه مش عارف السبب ايه بالظبط. دي طبعا رحله ليا كانت في الفتره دي، دي في مياه الخور في الجزء اللي احنا يعني البحر، الجزء اللي قدام الجزيره ده او الجزء اللي فيه المبنى ده حاليا هو قدامه مباشره كده المركب اللي احنا فيها دي. خدت فتره كده، خدت الاولاد وقلت ايه، طبعا لقيت حد مراكبي كده معدي بالصيادين، قلت له ممكن تاخد لنا جوله في المينا، فالراجل بيحكي لي كده، فانا عايز اخد منه اي معلومات بخصوص الجزيره اللي احنا قلنا عليها اللي هي فيها الكنيسه او الدير اللي احنا قلنا عليه، وخصوصا ان الراجل ده انا كنت سمعت ان هو بيعيش في الجزيره او جزء متبقي من الجزيره دي اللي موجوده في المكان ده. فبساله يعني، فقال لي الراجل قال لي ان هو عايش لوحده في الجزيره دي، وهو بيرجع بيشتغل في بيصطاد السمك، واللي ربنا بيرزقه بيه بيروح يبيعه وبيرجع يعيش في الجزيره تاني. بس اللي قاله حاجه قلت له ايه، قال لي ان موجود رفات ادميه، كل ما اجي احفر في اي مكان الاقي رفات ادميه. فطبعا المعلومة دي استوقفتني شوية، لأن يعني أنا بقالي فترة كبيرة بسأل نفسي، هم المسيحيين واليهود كانوا بيدفنوا فين في السويس؟ طبعا المقابر بتاعت المسلمين معروفة كانت خارج سور محافظة السويس من ناحية بتسمى خور الكلاب أو منطقة السلمانية، ومكانها كان معروف طبعا، ودي يمكن من بداية الفتح الإسلامي لغايه بدايه القرن العشرين كان يتم الدفن في المكان ده، وكان مكان معروف، ولكن لم يكن يستدل على مكان الدفن الخاص بالمسيحيين برغم قله عددهم، ولكن المفروض انه كان لهم مكان بيدفنوا فيه او كده. فطبعا من خلال قرايتي في احد الكتب الرحاله الاوروبيين ذكر ان من كان المراسم اللي كانت بتتم في مدينه السويس ان يتم دفن المسيحيين في الجزيره عند الدير بتاعهم،
او عند المبنى البيزنطي اللي احنا قلنا عليه، فهي كان بيتم اخذ المتوفى المسيحي من خلال القارب زي اللي احنا شايفينه ده، وتصطحبه قوارب اهله او جيرانه او غيره، ويتم الذهاب بيه للجزيره ودفنه في المنطقه دي والرجوع ليه. ودي يمكن ده كان برضو اكتشاف الحمد لله انا يعني من خلال البحث يعني قدرت اكتشفه. احنا اتكلمنا طبعا من شويه على حفريات العالم الفرنسي برنارد بروير، واللي عملها في الفتره من 1930 ل 1930، وذكرنا فيها الثلاث طبقات اللي هي الفرعونيه واليوناني الروماني والاسلامي، وده شكل المدن او الطبقات اللي احنا ذكرناها من شويه اللي احنا شايفينها قصادنا دي. التله العاليه دي هي تل القلزم او تل القلزم. المبنى اللي موجود فوق ده المبنى اللي كان انشاه او استراحه الخديوي اسماعيل، اللي كان عمله عشان افتتاح يحضر فيه مع الملكه اوجوني افتتاح القناه، وهو ما يعني ما اعتقدش انه اقام فيه، لان حسب ما ورد الي من معلومات ان الاقامه كانت في قصر محمد علي باشا وفي القناة الانجليز زي ما ذكرنا، وان هو يعني مفيش اي حاجه ذكرت ان هو اقام في المكان ده. يمكن زاروا مره اتنين او غيره، لكن ما قعدش فتره طويله، وتم هدمه مع حفريات برنارد بروير، والموجود مكانه حاليا مدينه سكنيه تم انشائها. يعني كل اللي احنا شايفينه قصادنا ده اتردم طبعا دلوقتي، مش موجود غير طبعا المساكن اللي تسمى مساكن الانصاري في منطقه تل القلزم، ويمكن المنطقه الوحيده زي ما ذكرنا اللي ما تحفرش تحتها هي مبنى شركه بي اند اول بريطانيه، وهو رجح مساحته تقريبا في بما يتراوح 3000 متر مربع او غيره، وده اللي طبعا نشأت وزاره الاثار ان هي تهتم بالتنقيب اسفله. هنيجي بعد كده هو نتكلم على حاجه مهمه قوي، او حاجه انا يعني دايما بتشدني، هذا التصوير الفوتوغرافي او الصور الفوتوغرافيه اللي التقطت لمحافظه السويس في خلال القرن التاسع عشر. اللي احنا شايفينه قصادنا ده مصور بريطاني اسمه فرانسيس فريس. فرانسيس فريس ولد سنة 1822، توفى في أواخر القرن أو آخر القرن التاسع عشر. جه السويس أو جه دخل جه مصر عدة مرات، مرة في 1856 57 60. كان طبعا في الفترة دي العالم كله شغوف جدا بالشرق وسحر الشرق وغيره، فطبعا كان هاوي تصوير، وكان بيصاحبه أحد الأصدقاء المعاونين ليه، وعرض عليه ساعتها إن هو عرض فرانسيس فريس على صديقه إن هم يذهبوا إلى الشرق ويحاولوا يصوروا صور بشكل تجاري. طبعا الفترة دي كانت مرحلة حساسة جدا في التصوير الفوتوغرافي، لأن الاعتماد كان كبير جدا على تقنية تصوير بتسمى بالداجيرية نسبة إلى داجير، وهو عالم فرنسي من مؤسسين علم التصوير الحديث، واللي ليه صور مجموعة من الصور القيمة جدا اللي تم تصويرها لمصر في عهد محمد علي باشا. ولكن بعد ذلك ظهرت تقنية بتسمى بتقنية الكولديون، وهي كانت تقنية حديثة نوعا ما في يعني بعد 1850 تقريبا، وبدأ المصورين الغربيين في استخدام تلك التقنية، وكانت بتناسب الأماكن الحارة والأماكن المتربة. وبالفعل اصطحب فرانسيس فريس أحد كاميراته اللي احنا شايفينها قصادنا دي، هي اللي الكاميرا اللي كان بيصور بيها في مصر، طبعا احنا شايفين حجمها قد إيه. فعشان فرانسيس فريس كان يتنقل بالكاميرا بتاعته الضخمة اللي احنا شايفينها كانت بقى 16 في 20 بوصة، فكان لازم يركب عربية زي اللي احنا شايفينها دي. العربية دي لازم تبقى عربية مظلمة فيها فتحة من ورا من عند الباب بتاعها، بيخش المصور جوه بيبتدي يبص من ورا على المكان بتاعه. كانت بتاخد وقت طبعا، يعني في الأول كان ممكن تاخد ساعة أو ساعتين الصورة عشان تلتقط في الداجيرية، ولكن في تقنية الكولديون كانت ممكن تاخد الصورة في خلال 5 دقائق. هو بالفعل جه فرانسيس فريس للسويس واصطحب معاه الكاميرا دي، استاذن وطبعا حضرتك يا استاذ حسام، للاسف هنضطر نتوقف لانه هيقطع علينا، فباكد ان احنا عندنا راحه 10 دقائق وبعد كده هنواصل بعد العشر دقائق بنفس اللينك نفس الاي دي نفس الباسكود وبقيه المحاضرات تباعا 40 دقيقه و10 دقائق لغايه ما ننهي المحاضره وحضراتكم تسالوا وتعملوا كل المداخلات.
دلوقتي الا تلت، يعني هنبتدي بالظبط الا 10. تمام يا دكتور، تمام إن شاء الله، تمام شكرا. ماشي، العفو يا دكتور، مع ألف سلامة، مع السلامة، مع السلامة.